المتسابق محمد جواد من صلاح الدين تسلسل رقم 2. بمرحلة الصوت قدر محمد يتأهل باللحظات الأخيرة وأخذ عدة ملاحظات من اللجنة. بياني الفاطمي والفاطمية طبخة أمتي الحرة حسيا وعليا طبخة أمتي الحرة حسيا وعليا ونادهنا يا زينب قعد عيدها يوديها ويسليها الله 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 ونار الحزن تيلها قعد عيدها يوديها يسليها ونار الحزن تيلها. بمرحلة التراث اختيار للقصيدة مكان مناسب الصوت وأداءه، لذلك حصل على ملاحظات من الحكام وعبر باللحظات الأخيرة بإعطاء الضوء الأخضر من إدارة البرنامج. شرط البراعة والبقية يحصلون على نقاط أقل منه. ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني أزور أحباب غياب عن عيني علي لو ذاب دلالي خلص بالآه والونة علي لو ذاب دلالي قرب على المايك بالآه والونة إيه؟ أبويا حسين فارقني وخبر لي اليوم ما منه خبر لي اليوم ما افتكازه يجنن أبويا حسين فارقني وخبر لي اليوم ما منه خبر لي اليوم أخذ وياه أسدناك أخذ وياه كل أهلي قطع رجواي والظن قطع رجواي والظن. أما مرحلة المواجهات ورغم شدة المنافسة والإمكانية المتقاربة، لكن تأهل محمد لمرحلة التصفيات بعد اختياره من الشيخ ميثم التمار. يا أبو علي يا ابو علي لوه الهوى لوه الهوى عني انحبس محتاج اشي منك نفس لوه الهوى عني انحبس محتاج اشي منك نفس ارتاح من تنفسك ارتاح من تنفسك يا ابو علي يا ابو علي كل شي انت بالنسبة لي كل شي انت بالنسبة لي إيه؟ ما اخذني من ناسي وهلي ما اخذني من ناسي وهلي يا الماتي فارق روحي يا الماتي فارق روحي. أما بالمرحلة الرابعة ورغم اختيار محمد للحن صعب، لكن أثبت جدارة عالية وقدر يتأهل لمرحلة التصويت. تمشي بداره كل جروح الله يكون بعونك الله يكون بعونك يا المهدي قل شلونك يا المهدي قل شلونك ذبلان حال عيونك ذبلان حال عيونك تمشي بداروب كل جروح تمشي بداروب كل جروح الله يكون بعونك الله يكون بعونك على كيفك انا ذاك البلد
ذنب أنا ذاك البيل ذنب كل يوم أذيك والتهيت بغيرك وما فكرت بيك.